تحيات سعيده للجماعات سيدي احمد السيح. التشكير من هذا اللي درنا غوش كامل يعني اللي درنا سنرنا غنغيد انا باش درت لك المعلومات اللي هي راه غير فايده غمسكتين لحياتنا كلشي المهنيه اللي نوفزا. المهم التشكير كل الحضور، التشكير السيده اللي الا نقمص لبين البراد يكفي غير الفرصه هذا نسول تنكني ان نعبر في الناس الشغله اللي خص صغرى ميدناد نكني اربع راه تفتخر تما المسائل اللي غادي تيوي الجماعه عند منار تما المقر سات نتشكر ولا نتا نتشكر الحضور كلشي نتشكر الوقايه المدنيه اللي قالي دار نص تنتا تشكر دي غير المجهود قوتنا جبار. المهم كفاية غياية النقطة الانطلاقة إن شاء الله وما لا. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية كنشكركم على تغطيتكم لهذا الدورة التكوينية اللي منظمة من طرف رجالات الوقاية الميدانية اللي كنشكرهم في هذا المنبر بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمندوبية الإقليمية للصحة والتصوير. كنشكرهم بزاف بزاف، استفدنا منها بزاف والإخوة كاملين استفدوا فيها كيفاش كنتعاملوا مع المريض وكيفاش نقدموا الإسعافات الأولية الضرورية. ولو حبدا هاد التكوينات يكونوا ما كرهناش يكونوا يتكرروا كل سنة، حيت هاد المجال ديال الإسعافات كيكون كل سنة إلا وكيكون فيها الجديد والمسائل. وتنشكرهم بزاف من هذا المنبر وكنشكركم بزاف. السلام عليكم، تنشكر الأقوى المدنية، تنشكر كل الإسعافات على حسب نقل الامراض من عندنا حتى المستشفى الاقليمي للصويره. السلام عليكم، معك خويا ادريس ابو عطاي سائق سياره اسعاف جماعه السيدي احمد الحمد. والله كانت استفاده كبيره من هذه الفورماسيون صراحه. الاخوان ديال الوقايه المدنيه عطاونا معلومات مهمه اللي كنا حنا بحاجه اليها، وصراحه والله استفادونا كثير. ولكن غيكون عندنا واحد المشكل ديال الامكانيات، امكانيات باش وراونا وكلشي غادي يخصونا امكانيات، ولكن كانت استفاده صراحه في المستوى، لان شحال من حاجه ما كناش كنعرفوها، اولا كانت عندنا واحد 50% وزادونا واحد 100%، وان شاء الله غادي نزيدو نطوروا من راسنا باش نكونوا في حسن الظن، لان صراحه كان عندنا واحد الدور كبير خاصنا نقوموا به 100% صراحه. دابا انتم استفدتوا من هذا التكوين هذا، اشنو غادي تديو معكم في الجعبه ديالكم؟ غادي معايا بعدا غنعطي واحد الافاده، لان ملي كنكون كنصعق سياره الاسعاف وغادي نوقف فيها كنكون انا السابق لواحد البلاصه، يعني خصو يكون عندي واحد الدور انا هو الاول، ماشي غادي نمشي نوقف ونتسنى ناس اخرين يجيو يوصلوا. استفدنا واحد الطريقه كيفاش نعطيو الاستفاده، نعطيو الاسعافات الاوليه بواحد الطريقه صحيحه من جميع الطرق، لان باش من طريقه التنفس، من طريق الانسان الا فقد الوعي عنده كسور عنده حريق، يعني الناس ديال الوقايه المدنيه عطاونا واحد الاستفاده اللي هي قصوى. ولكن كما كنقول لك غتخصنا الامكانيات، ما عندناش امكانيات 100%، ولكن خدينا واحد المعلومات اللي غادي نفيدوا بها ريوسنا ونفيدوا بها ناس اخرين. عن الشان بدا ديال الريوشيان علمنا شحال المسائل وشنا كل ديال السن، غير كان نساف درسنا مزيان، ولكن هادي الدراري يستافدوا كلشي غيلا، ولكن غيلا غاتكاد 4 شهور 5 شهور، وحنا كنشوف رياضني يخسر الناس تعلم، ما نجي هذا التشكيل يوضب بيوكلي بحدا ليا غير غلب على ليا غير ليا غير كله سمو الشوافر كله وانا وليدي الا هو رياضي واني بعت للجامعه سيف ندوا يانيان يغدو ربي يوقع شرا ولا مش كتشرا يعني الناس والو راه غيخدم يخصا التحيد يعني يضني وريس دفع وريسني والو. هذا هو السلام.